عفاف. شو عنا إسا؟ يلا نشوف. إسا عنا زياد. أهضم ولا أنغش ولا أطيب من أصغر يوتيوبر بالعالم. اتنيناتنا بدنا نحكي مع زياد وعم نتقاتل عشان نحكي مع زياد. ومين يبلش مع زياد؟ صباح الخير. صباح الخير زياد. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ونصبي على الأستاذ زي ثائر فخوري أيضا والد زياد. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. شكرا لكم على هذه الاستضافة الحلوة. يسعد صباحكم. وزياد زياد أنت سمعنا منيح ولا كيف؟ طب ممتاز. عندك كتير ناس بيحبوك في اليوتيوب في فيسبوك وفي كل محل على الانترنت. شو بتقول هنا الصبح اليوم؟ شكرا. بدي اسمع حياكم الله. انا بحبها منك. يلا كلهم السلام عليكم حياكم الله. يلا السلام عليكم حياكم الله. أستاذ ثائر عن جديد يسعد صباحك وشكرا إنكم لبيتوا دعوتنا عبر سكايب. يمكن لكل موضوع تحديات وصولكم إلى الداخل الفلسطيني. حضراتكم معنا مباشرة من الخليل. يعني يمكن كتير في مئات ألاف المتابعين لزياد اللي كتير بحبوه مثل ما ذكر أمير. بس بدنا نسمع كيف بلشت هاي الفكرة وصولا إلى المقاطع من الفيديو اللي عم نشوفها مؤخرا. دعوة سيادة الرئيس محمود عباس وزيارة زياد إلى مقر المقاطعة مقر الرئاسي في مدينة رام الله. نعم بالبداية صباح الخير لكم لجميع المشاهدين. يعني البداية كيف كانت بلشت؟ يعني أنا بشتغل كصحفي فلسطيني في إحدى الفضائيات العالمية مش يعني المحلية. فكان في عنا إغلاق للمؤسسات قبل 6 شهور للمؤسسات الإعلامية وكانت الأمور هيك صعبة شوي عنا. فمن باب يعني إنه النهفات فصورت زياد هيك فيديو صغير بيحكي عن حقوق الصحافة وبيحكي إنه يعني الاحتلال أغلق هاي المؤسسات الصحفية اللي بتطعمي أرزاق للناس وهيك شغلات. يعني من باب إنه هيك الشباب الصحفيين الزملاء كانوا مضغوطين بسبب إغلاق المؤسسات الإعلامية. المؤسسات الإعلامية اللي كانت موجودة تقدم خدمات للفضائيات الموجودة عندنا. فتم إغلاق هاي المؤسسات فطلعنا بهيك فيديو منشان نفر الجولة. زياد فطلعنا بفيديو هيك صغير فلقى اعجاب كثير ناس يعني هذا الفيديو. فكان هذا الفيديو يعني هو فيديو الانطلاق. لما بلش هذا الفيديو يعني لما زياد لا شايف شغله داره بده يروح ياخذها. فزياد يعني لما بلشنا بهذا الفيديو نشرت هذا انتشر هذا الفيديو بشكل يعني كان نار بالهشيم مثل ما بقولوها.
انتشر هذا الفيديو على عدة فضائيات عالمية موجودة وعلى مواقع السوشيال ميديا وعلى مواقع الإنترنت. فيعني بستغرب إنه بنفس اليوم اللي نشرته، أنا نشرته على صفحتي الشخصية، بستغرب إنه في إحدى الصفحات الفلسطينية نشرته كان عليه بمجرد يوم واحد 4 مليون مشاهدة. فلما شفت إنه هو، فشفت إنه في يعني متابعة كبيرة للموضوع وإنه الناس حبت الإشي، فأنا من هون يعني شفت إنه رسالته بتوصل بسرعة. يعني لما انه بتنشر فيديو بنفس اليوم بيطلع على فضائيات كبيره، فضائيات عالميه، حتى فضائيات اجنبيه يعني ترجموها باللغه الانجليزيه وهيك، فشفت انه يعني في اقبال كبير على هذا الموضوع، وانه ممكن انه نوصل رساله الشعب الفلسطيني، للشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه واطفال فلسطين عن طريق هذا الطفل، كون انه رسالته بتوصل بسرعه. فمشان هيك انا قررت يعني اعمل له قناه يوتيوب، وقررت اعمل له كمان صفحه فيسبوك. يعني اليوم زياد صار له في يوتيوب والفيسبوك تقريبا 5 شهور، يعني حصد متابعين يعني بالالاف، صار عنده على صفحه الفيسبوك 205 او 206,000 متابع يعني على صفحه الفيسبوك. صفحه متفاعله جدا، يعني لما بننزل له بوست يعني بلاقي الاف الاعجابات، الاف المشاركات، مئات التعليقات. اليوتيوب اليوم صار تقريبا 100,000 مشترك في خلال 5 شهور. فيعني كانت الفكرة يعني ممكن هيك كأنه طفل رسالته بتوصل بسرعة. يعني الطفل ما كان، يعني لما طلعناه، لما طلع أول فيديو ما كان كمل عمره 3 سنين. فممكن إنه كان إشي هيك غريب شوي إنه طفل فلسطين، مع إنه يعني بحب أذكر في شغلة إنه الطفل بتلقى تلقين، يعني أنا بلقنه تلقين، ولكن يعني زياد من كل فيديو بطلع فيه بيستفيد بشغلات كثير. يعني ممكن إحنا حكينا في السياسة، وناس عارضت كثير إنه إحنا حكينا في موضوع السياسة، بس لا، إحنا كشعب فلسطيني الولد بنولد يعني بشوف الاحتلال أمام عينه. يعني أنا أسير محرر، أمضيت 5 سنوات في سجون الاحتلال، لما بيجي الاحتلال بيعتقلني، اعتقلني قبل فترة، قبل تقريبا 1.5 سنة من بيتي. زياد كان عمره 1.5 سنة لما شاف الجيش الإسرائيلي بدخل بيتي بنبش بالبيت بيعتقل والده. صح إنه هو ما بيدرك، بس إنه زياد لما أنا باخده على المسجد الإبراهيمي مشان نروح نصلي على الحرم الإبراهيمي، بمر عن عشرات الحواجز، بشوف الاحتلال امام عينه، الناس بتحكي لنا لا ممنوع هذا يدخل في السياسه. انا بقول انه الناس هاي اللي بتحكي انه زياد ما يدخل في السياسه، لا، لازم يدخل في السياسه، ولازم يعرف قضيه الفلسطينيه من هو صغير. اليوم زياد ممكن عقله ما بيدرك شو اللي بيحكي، بس بكره راح يعرف. صحيح. يعني انا مثلا انا عملت له فيديو عن وعد بالفور، ممكن هو ما بيعرف بالفور ولا حيعرفه بالسن اللي هو موجود فيه، وعقله مش راح يدرك مين هو بالفور اصلا. بس لما انا بحضر تقرير على احدى القنوات الفضائيه في جامعه مصريه، بساله مين بالفور، بساله لطلاب جامعه شو بتعرفوا عن بالفور، واحد بيحكي لهم عالم ذره، واحد بيحكي لهم دكتور مش عارف وين. يعني انت بتحكي على طلاب يعني في جامعات مش عارفه مين بالفور، بس انا ابني لما يكون عمره 3 سنين وبتنزلها في راسه كلمه بالفور، بكره بقول لك مين بالفور، بعد 3-4 سنين بيعرف بالفور. بالفعل بصير عنده محفز ربما يتساءل، وايضا ويسال ويبحث عن هاي المضامين اللي انت عم تعطيها او عم بتلقنه اياها على حد تعبيرك. حاليا هيك بما انه رح نكمل شوي نحكي على المضامين، انا مجبور اشوف زياد وين هو، وين راح؟ نديلنا اياه يا ثائر، نديلنا اياه، مجبورين نشوف الصبح. طب يلا تعال ورجيهم العابك، هي بدنا نشوفك. يلا اوبا اوبا، نحكي معك انت عفير طبعا مديريه. يلا زياد احنا، انت بتعرف كثير بنحبك، وكثير من اطفال فلسطين والعالم بتابعوك، شو بتحب تقول لنا لاطفال فلسطين؟ انت بتعمل كثير فيديوهات حلوه، وكثير بتحكي عن مواضيع مهمه، وجه لنا هيك رساله، شو بتحب تقول لاطفال فلسطين خصوصا؟ بحبكم. شو كمان؟ شو بتحكي لاطفال فلسطين واطفال العالم؟ بشكركم. عايش بتشكرهم؟ لحظة شوي، شو بتحكي؟ يلا احكي لهم شو بتحكي، شو حكيت امبارح؟ تعال بدك تقول الله يحميكو. يلا زوزو زياد يلا احكي مع خالتي عفاف. طب لا. زياد انت كنت قبل كم من يوم عند سيادة الرئيس محمود عباس، شو بتحب تقول له لسيادة الرئيس؟ قديش انت مبسوط انك رحت وزرته وتصورت معه؟
شو بتحكي لسيادة الرئيس؟ بحبك. كمان. شكرا. وشكرا. أعطيك طب ليش أعطاك أشياء زاكي سيادة الرئيس ولا كيف؟ شوكولاتة. شوكولاتة وزاكي؟ شوكولاتة. طعمات البابا منها ولا كيف؟ شوكولاتة. طعمات البابا ولا لا؟ طعميتني. طعمتك. آه شكلها شوكولاتة زاكي. طب شو بدك تغني لهم؟ يلا غني لهم أغنية حلوة يلا عشان يلا يا زياد تغني لهم يا صالي حلوين يلا غني لنا يا صالي حلوين الشاب الحليب بالصحة القوة اسألوا الطبيب طب شو عمل ترامب؟ رد الأسرة اليهود شو سوى؟ رد الأسرة اليهود اليهود طب شو عاصمة فلسطين؟ بحبها عاصمة فلسطين شو هي؟ بحبها واحنا بنحبها كمان بس شو عاصمة فلسطين؟ شو عاصمة فلسطين؟ القدس يا عيني عليك الله يحميه لزياد أستاذ ثائر كمان قبل الختام بنسمع منك يعني يمكن هيك مشاريع مستقبلية حضرتك ذكرت موضوع جدا مهم أنت يمكن بتلقن زياد ولكن في عنده أداء وحضور وقبول ما شاء الله بالفعل. عليه بدخل القلب بدون استئذان كيف تفكرين تطوروا الموضوع لأنه زياد عم بيقدر يوصل رسائل ببساطة الأطفال وصدقهم وعفويتهم شو راح نشوف بالمستقبل القريب والله يعني الفترة هاي أنا يعني زياد ممكن شوي مقصر معه إني ما بصوره هيك كون إنه انشغالات والأحداث وشغلي إنه أنا كمصور ومونيتير في بعض القنوات فإنه ممكن انشغلت عنه شوي بس إن شاء الله يعني الأيام الجاية راح يكون عنده شغلات كتير يعني بس هي بالأساس راح تحكي عن الأطفال الفلسطينيين أو أطفال العالم وأطفال فلسطيني بشكل خاص وراح تحكي يتخصص بموضوع الحالات الإنسانية للأطفال المرضى يعني كان في عنا طفل اسمه محمد أبو قوطة وإحنا من أول ما دخلنا على سيادة الرئيس محمود عباس أول ما فتحنا موضوع عن طفل فلسطيني له 6 سنوات بيغسل كلى بده زراعة كلى وكبد يعني أول ما حكينا مع سيادة الرئيس على الموضوع هذا وكان هدفنا أصلا في كل اللقاء نشوف سيادة الرئيس وننقل له رسالة هذا الطفل الفلسطيني اللي هو محمد أبو قوطة من غزة وإنه هو بحاجة لعلاج والرئيس يعني استعد ومكتب الرئيس استعاد على علاج هذا الطفل وهي يعني انا بعتبرها شيء كثير يعني انه احنا نساعد طفل فلسطيني او انه يعني نحاول نساعده يعني بطريقه ما فانه يعني ننقذه من 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 يعني من موت لانه بالفتره هاي وضعه محمد كثير صعب حتى انا هون يعني بنشر يعني عبر شاشه يعني قناه مساواه انه احنا نوقف مع الطفل محمد ابو قطه ومع غيره يعني مع الأطفال الفلسطينيين المرضى اللي هم مش لاقيين علاج موجود عندهم هاي شغلة بس يعني هو في كمان عدة مشاريع موجودة يعني كمان اجت من برا من الخارج يعني من خارج فلسطين بس ممكن أنا رفضتها أو أجلتها شوي لعدة أسباب إنه أنا ممنوع من السفر يعني ما بطلع الولد لحاله على برا أنا صار اليوم 10 سنوات ممنوع من السفر الاحتلال كل ما أجي أسافر بمنعني من السفر بحجج يعني واهية إنه إجراءات أمنية والشباك الإسرائيلي مش سامح لك يسافر إحنا اليوم حاطين محامي وإن شاء الله ربنا يعني بيسر الأمور في عنده يعني برنامج كبير عن من أقوى الفضائيات يعني الفضائية اللي يعني مش ممكن إنه مش مصرح إني أحكي عنها ولكن في فضائية من الفضائيات يعني راح تاخده لبرنامج أطفال طبعا بعتولنا انه يعني ممكن ياخذوه الفتره هاي فتره تدريب ان شاء الله. ولكن يعني الاحتلال حاليا يعني مانعنا من السفر ولكن احنا يعني ان شاء الله بنقول انه ربنا بيسهل الامور ونطلع من هاي الازمه ازمه منع السفر وان شاء الله يعني بنطلع وزياد بتطور ان شاء الله يا وان شاء رب. الله بس وان شاء الله راح يضل يعني يحكي باسم اطفال فلسطين وحقوقهم المنتهكه او اطفال العالم بشكل عام لانه ما في طفل عربي حقوقه واصلته أكيد. لأنه كل العالم بتنتهك حقوق الطفل العربي. إحنا بكل الأحوال مستمرين وراح نتابع كل جديد عند أصغر يوتيوبر في العالم زياد فخوري شكرا كمان لحضرتك أنك شاركتنا في هذا الصباح وإن شاء الله لقائنا الجاي راح يكون من قلب الاستوديو في مدينة الناصري شكرا لك أستاذ ثائر فخوري وتحياتنا وقبولاتنا لزياد